الزملكاويه الحقيقيين اللي هم كانوا عارفين ظروفي وانت لسه بقى شاب وعايز تتكون مستقبلك وعايز تتجوز وعايز تجيب عربيه طبيعي بقى. فانت كان عادي صغير جدا وكنت دايما بلح وما كانش حد بيسمع لي، ده ابن النادي سيبه، ده ابن النادي سيبه، اللي انا اعدل عقلي وكده. لما مشيت زعلوا، فالناس دايما الزملكاويه اللي فاهمه، الناس الكبيره اللي فاهمه يقول لك لا انت لو ابني مصلحتك، شوف مصلحتك، انا عايز مصلحه ابني. فما كانش حد باصص لي انا شخصيا، هو انت بتبص اللي انت زملكاوي كمشجع فاه لا ده خاين ده سابنا ومش. طب انت تعرف ظروفي ايه؟ ما انا عايز برضه احقق وعندي اهداف اللي انا عايز اعملها. عشان لعيب الكوره ده مهما كان طول بيجي لك وقت معين وبتسيب الكوره، فاهم؟ انا مش موظف ولا شغال في شركه ولا بتاع. فانت لو ما عملتش اهدافك في الفتره بتاعه الكوره خلاص، انت اي لعيب دلوقتي بطل خلاص بيبقى عايش على اللي عنده. لو كنت قعدت ما كنتش هعمل اي حاجه. فبصيت لنفسي بقى وبصيت طبعا اللي انا امشي عشان احقق اهدافي، رغم ان انا كنت منتخب مصر بلعب اساسي هداف بجيب اجوان كل حاجه، ودايما كان اللي بيبقى جاي من بره بياخد اكتر منك، هي ارزاق. بس كان في فروقات جامده جدا. انت دايما بتتعامل اللي انت ابن النادي، اللي جاي من بره ده بقى لا بيلعب ولا بيخش حتى 18 وبياخد عقود عليه، فما كانش فيه عدل.